والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. احنا بنعمة ربنا النهاردة هنتكلم في موضوع بعنوان قيمة العمل. قيمة العمل. زمان أيام ما كنت صغير كان بيحفظونا شعار بيقول العمل واجب، العمل حق، العمل شرف، العمل حياة. زمان فاكرين أيام عبد الناصر، العمل واجب، العمل حق، يعني كل واحد المفروض لازم يلاقي شغل، العمل شرف، العمل حياة. شعارات يعني بتاعت كانوا بيكتبوها على الكراسات كنا نحفظها. وأنا حاسس الحقيقة أن قيمة العمل تدهورت جدا جدا في بلدنا، ويمكن بالأكثر عند المسيحيين. أصبح بسهولة إحنا عايزين نجيب فلوس بس من غير ما نشتغل، والفلوس السهلة لذيذة زي ما بيقول سفر الأمثال، المياه المسروقة حلوة. ونتعب ليه إذا كنت ممكن بسهولة أعرف أجيب فلوس أو أخذ من فلان أو أخذ من أبونا أو أخذ من سيدنا؟ ونتعب ليه؟ ظهرت مجموعات من الناس اللي بتستسهل إن هي تاخد من غير ما تشتغل، وده عكس منهج الإنجيل تماما. لازم نعرف إن العمل ده حاجة هامة جدا في حياتنا وليها قيمة كبيرة، وده الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة. لازم نمجد العمل أيا كان هذا العمل، مدام عمل للبنيان، مدام عمل نافع، ده شرف للإنسان. هقرأ معاكم كمدخل جزء من إصحاح الثالث من رسالة تسالونيكي الثانية من أول عدد 6. بيقول إيه الروح القدس على فم معلمنا بولس الرسول؟ بيقول: ثم نوصيكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح أن تتجنبوا كل أخ يسلك بلا ترتيب. بلا ترتيب يعني ملوش شغل منتظم بياكل منه عيش، بياخد منه أجرة، عايش بيتسول، ممكن يقعد على الرصيف، ممكن يقعد في زاوية، ممكن يلف على الناس، ممكن يحكي حكاية لحد. المقصود هنا بلا ترتيب زي ما هنشوف في الجزء كله، المقصود بيه انه ملوش شغل ثابت بيدر دخل منتظم. وممكن تكون بمفهوم النهاردة واحد عنده فلوس في البنك ونايم، برضه ده يتحط من ضمن الفئات دي، مشتغلش. تتجنبوا كل أخ يعني مسيحي يسلك بلا ترتيب وليس حسب التعليم الذي أخذه منا. احنا ما علمناكوش كده، علمناكوا تشتغلوا عشان تاكلوا. إذ أنتم تعرفون كيف يجب أن يتمثل بنا، لأننا لم نسلك بلا ترتيب بينكم، ولا أكلنا خبزا مجانا من أحد، ما حدش كان بيوكلنا وإحنا نايمين، ولا أكلنا خبزا مجانا من أحد، بل كنا نشتغل بتعب وكد ليلا ونهارا لكي لا نثقل على أحد منكم. ليس أن لا سلطان لنا، بل لكي نعطيكم أنفسنا قدوة حتى تتمثلوا بنا. يعني إحنا ككهنة أو كرئيس كهنة زي بولس، المفروض أنه هو يأكل، بيخدم المذبح يأكل من المذبح، يعني بيخدم ربنا يأكل من الخدمة، ومع ذلك كان بيضغط على نفسه ويشتغل لكي يعطي نفسه قدوة للآخرين ويشتغلوا هم كمان. بيقول بنشتغل بتعب وكد ليلا ونهارا لكي لا نثقل على أحد منكم.
ليس أن لا سلطان لنا، بل لكي نعطيكم أنفسنا قدوة حتى تتمثلوا بنا. فإننا أيضا حين كنا عندكم أوصيناكم بهذا، أنكم تشتغلوا كويس، أنه إن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضا. ما يأكلش بقى، ملوش الحق أن هو يأكل ما دام ما بيشتغلش. لأننا نسمع، بيعالج بقى وضع موجود، لأننا نسمع أن قوما يسلكون بينكم بلا ترتيب، لا يشتغلون شيئا بل هم فضوليون. فضوليون يعني يقعدوا بقى إيه؟ يميلوا على كل واحد شوية ياخدوا منه. فمثل هؤلاء نوصيهم ونعظهم بربنا يسوع المسيح أن يشتغلوا بهدوء ويأكلوا خبز أنفسهم، يأكلوا الخبز اللي جايبينه من عرقهم. أما أنتم أيها الإخوة فلا تفشلوا في عمل الخير، وإن كان أحد لا يطيع كلامنا بالرسالة، اللي مش هيسمع الكلام ويفضل عطلان، فسموا هذا، حطوا عليه علامة كده، فسموا هذا ولا تخالطوه لكي يخجل. ما تكلمهوش عشان يتكسف من وضعه ويصلح وضعه، ولكن لا تحسبوه كعدو بل انذروه كأخ، ورب السلام نفسه يعطيكم السلام دائما من كل وجه، الرب مع جميعكم. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا، آمين. شوفوا الفصل ده من أهم الفصول اللي تؤكد قيمة العمل في المسيحية. ما ينفعش نبقى ناس فضوليين، مش مهم يعني نشتغل، ما هو محدش بيشتغل. يعني محدش بيشتغل؟ أنا شفت ناس غير مسيحيين في أماكن بيموتوا نفسهم في الشغل. مرة عندنا في الجيش ضابط شرف مرتبه بيبقى كبير، كان يشتغل ليل ونهار، يقول عشان أحلل اللقمة اللي أنا باخدها، عشان أحلل الفلوس، ده بلغته يعني، عشان أحلل الفلوس تبقى حلال علي، لو أنا ما تعبتش يبقى مش حلال علي المرتب اللي باخده. مفاهيم دي تآكلت ولا إيه؟ ناس النهاردة عايزة فلوس وعايزة نزود المرتبات ونزود ونزود من غير ما يشتغلوا، هننام وهناخد. عايزين نشتغل في شغل خفيف كده في شركة ولا في حاجة، وياريت لو ما نروحش. ينفع ولاد ربنا يبقوا عطلين؟ نحن لو رجعنا للأصل أيام ربنا خلق آدم، يقول إيه في سفر التكوين؟ يقول خلق آدم، خلق الإنسان ووضعه في جنة عدن عشان يعمل إيه؟ ليعملها ويحفظها. دول المهمتين المطلوبين منه، يعملها يعني فيها شغل. وربنا مش عمل له كل حاجة كده وقال له بس أقعد للترفيه، حتى الجنة فيها شغل. طبعا ده من غير شغل البني آدم ما يحسش إن له قيمة. دي نقطة مهمة أوي هتكلم عنها في السك. فقال له تقعد في جنة عدن عشان تعملها وتحفظها، تحافظ على الحاجة الحلوة اللي أنا عطيها لك وتطورها وتشتغل فيها وتوضب وتشتغل وتعمل لكي يعملها ويحفظها. دي من البداية. وبعد ما الإنسان سقط قال له العمل هيبقى متعب شوية، وبعرق جبينك تأكل خبزا، هتتعب، الأرض هتخرج لك شوك وحسك، لكن لازم تشتغل. وبعرق جبينك تأكل خبزا، ده قانون. علشان كده السيد المسيح مرضاش يكسره. لما الشيطان قال له عايز تاكل، حول الحجارة لإيه؟ لخبز. لا، مش بالمعجزات أأكل خبزا،
مش أنا أقعد كده وأقول له يا رب أنا عندي إيمان نحول الحجر إلى خبز. لا، ده مش القانون بتاع العالم اللي ربنا خلق. القانون هو بعرق جبينك تأكل خبزا. فالشيطان لما قال له حول الحجر إلى خبز قال له لا، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، وأنا مش هاكل عن طريق معجزة، أنا طول عمري بأكل من عرقي. بيشتغل السيد المسيح، مجد العمل واعطاله قيمة، كان بيشتغل، هم حتى كانوا الناس عارفينه بتوع الناصرة قالوا أليس هو هذا هو النجار ابن يوسف اللي واخد الدكان من أبوه بيشتغل فيه، بيشتغل مفيش حاجة عيب. الشغل مهما كان نوعه مش عيب. المسيح كان صنايعي، صنايعي شاطر وبيفيد الناس، فالعمل له قيمة. ولازم نعرف ان بالعرق الجبين نأكل الخبز. ايضا القانون اللي حطه لنا الانجيل النهاردة بيقول ايه؟ ان كان احد لا يعمل لا يأكل ايضا. بالظبط كده، ان كان احد لا يريد ان يشتغل فلا يأكل ايضا. لازم اشتغل وإلا ما يحقليش بقى ان انا أكل. قصة طريفة موجودة في فستان الرهبان عن راهب راح سكن في مكان كده في دير تحت إرشاد أب كبير. فاليوم دايما عند الراهب منظم في صلاة وتسبيح، في عمل يدين، كانوا بيشتغلوا دايما زي ما انتوا عارفين أشغال لا يعني لا ترهق ذهنهم، أشغال ممكن بيشتغلوها أوتوماتيك، ممكن وهم بيصلوا أو هم بيقروا في الإنجيل. تطفير الخوص ده كان من الأعمال المشهورة عند الرهبان، لأن إيديهم بتشتغل وعينيهم بتقرأ الإنجيل، فبينتجوا وبيشتغلوا في نفس الوقت ذهنهم كمان بيتغذى أو بيصلوا صلوات المزامير أو صلاة يسوع. المهم أنه جه ساعة الشغل، في أشغال تانية طبعا، في أعمال تانية. فالرجل فالراهب الضيف ده اللي جاي هيسكن معاهم جديد مرضاش يسيب الكنيسة. فالأب الروحي بتاع الدير قال له يا ابونا انت مش هتيجي تشتغل مع الإخوة؟ كانوا دايما يقولوا ان هما إخوة. مش هتيجي تشتغل مع الإخوة؟ قال له لا، انا راجل بحب التأمل، بحب الصلاة، وانا احب ابقى زي مريم، يعني شغل مرسى والارتباك فيها في حاجات بتاعت مرسى دي ما ليش فيها. قال له طيب، سابه في الكنيسة. قال له واحد من الاخوة قال له هات له كتاب مقدس وهات له حاجة يقرأ فيها وكتاب صلاة وسيبه. فضل قاعد يقرأ ويصلي لحد الساعة عدت 12، بقت واحدة، بقت اتنين، بقت تلاتة، محدش جه يقول له تعالى كل. فضل قاعد 4-5 لحد لما ايه بطنه يعني قرصت عليه عايز ياكل، فطلع من الكنيسه راح للاب الكبير المسؤول قال له اما اكل الاخوه اليوم؟ قال له نعم، في المعاد بتاعهم كان ياكلوا دايما مره واحده الساعه 3. فقال له اه. قال له طب ما حدش جه ناداني عشان اكل؟ قال له لا، انت راجل تحب تبقى زي مريم ومش عايز تشتغل، ده الاكل ده للضعفاء اللي هم بيشتغلوا فبيحتاجوا ياكلوا، لكن انت راجل عايش بالروح ومستواك اعلى منهم فانت مش محتاج تاكل. فهم على طول الراجل ده، عمل مطانية للاب الدير وقال له اخطيت سامحني وانا من بكره هنزل اشتغل. وانا قال له يا ابونا مريم مدحت بمرثى ومحتاجين مريم ومحتاجين مرثى، ولازم في حياتنا وفي حياة كل واحد فينا يكون موجودة مريم وتكون موجودة ايه مرثى. مش انت تقول انا مش هشتغل، مش هتشتغل ما تاكلش، الانجيل بيقول كده ان كان احد لا يريد ان يشتغل فلا ياكل ايضا. خد درس وبدا يشتغل مع اخواته.
العمل أيضا مهم، لأنه إحنا حنحاسب بحسب أعمالنا، وكلنا عارفين إن اللي دفن الوزنات وما تجرش بيها وما اشتغلش ربنا حكم عليه بأنه هو عبد شرير وكسلان، وتحاسب حساب عسير وتعاقب. لكن اللي تاجر بوزناته، وقته، صحته، مواهبه، إمكانياته، كل إمكانياته، عقله، فكره، لسانه، حواسه، طاقاته، اللي تاجر لحساب ربنا اللي هو صاحب الوزنات اللي هو يملكنا، تاجر لحساب ربنا، هو ده اللي أخذ المكافأة. ولما كان أمين في القليل ربنا عطاله أنه هو يكون يقام على الكثير. فبحسب أعمالنا احنا هنتحاسب. ازاي نهمل العمل؟ دي وزنة احنا بنتاجر بيها. يوم الايام قعد معايا راجل بيعمل حاجة، شغل جميل كده حلو بيفيد الكنيسة، هو بيشتغل طبعا بفلوس يعني. بعدين قالوا كده حالة من الإحباط في وقت من الأوقات، قال لي قاعد معي وقال لي أنا بشتغل ليه؟ عشان يعني أدخل فلوس، أنا حاسس إن أنا حياتي من غير معنى. فقلت له لا، أنت مش واخد بالك، أنت بتتاجر بوزنتك، أنت ربنا عطيلك صحة وعطيلك عقل بيحب يتقن وبتعمل شغل جميل، والكنيسة محتاجة للشغل بتاعك ده، وأنا فرحان بيك وناس كتيرة فرحانة بشغلك. أنت بتعمل شر؟ قال لي لا. قلت له بتأذي حد؟ قال لي لا. قلت له طب ما أنت كده بتتاجر بوزنتك، ربنا عطيك صحة وعطيك وقت وعطيك عقل وعطيك موهبة فبتشتغل وبتجتهد، فانت بتتاجر بوزنتك. هتقف قدام ربنا وتقول له يا رب زي ما عطيتني زي ما انا بسلمك، والفلوس اللي ربنا بيبعتها لك ما هي لبيتك والاولادك والمحتاجين، والكل واحد يميل عليك يكون محتاج ممكن تساعد معاه. لكن طول ما انت عايش ما تقدرش تسكت، ما تقدرش توقف عمل، والا تحس ان حياتك فقدت قيمتها. هنا لازم نقول انه قيمه الانسان ليس بما يمتلك وليس بالموقع اللي هو فيه، قيمة الإنسان بعمله. هعمل عمله قيمة، أب أنا ليه قيمة؟ هعمل عمل فارغ وحش أو أكسل وما عملش، أب أنا ماليش قيمة. حتى لو كنت في منصب معين مشهور، أو كان كنت أمتلك يعني حاجات كتيرة وأموال كتير، قيمة الإنسان بعمله. بعمل عمل مفيد، بعمل عمل بناء، ايا كان العمل. ان شاء الله اكنس الكنيسه وده عمل مفيد وبناء. احنا لما بنطبخ ولا ما بنغسل الصحون ولا لما بننظف ولا ما بنظبط حاجه في الكهرباء ولا بنعمل اي عمل مفيد وبناء يخلي للانسان قيمه، يخلي للانسان قيمه. في حين ان الانسان الكسلان هو ده اللي ملوش قيمه حتى لو كان يمتلك اموال الدنيا كلها. فالعمل بيدي للانسان قيمه، وفي نفس الوقت يبقى متجره بالوزنات اللي ربنا عطاها لنا، فنقف قدام ربنا ووزناتنا ربح. والانجيل كتير اتكلمنا على العمل في 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 عبارات من يزرع بالشح فبالشح يحصد، من يزرع بالبركات فبالبركات يحصد، ما يزرعه الإنسان إياه إيه يحصد. هبخل هكسل بالشح سأحصد، أحصد حاجة ولا حاجة كده، هزرع وهتعب بالبركات يعني من غير أتعب واشتغل أحصد كتير. ها؟ زي ما سفر الأمثال بيقول ثروة الإنسان الثمينة هي الاجتهاد، هي دي ثروة الإنسان، إنه يجتهد يشتغل. تحط في أي مكان يبقى
يعني مثمر في المكان شغال كويس. لكن اللي كسلان يحصد ايه؟ اللي عايز ياكل خبزا مجانا، عايز الفلوس تيجي بسهولة، يعني ايه ده؟ تلاقي محدش عايزه. ودينا بنشوف، تلاقي مثلا لو واحد شاطر في شغله وكف، الناس تشتريه، تقول بس انا عايز فلان ده، اديله مرتب اللي هو عايزه لان انا هكسب من وراه. في حين واحد تاني يقول لك لا، تبعت لي واحد زي كده اعمل بيه ايه؟ اعمل بيه ايه؟ مش عايز هم، مش هيساعدني في حاجه، شغله مش منظم وكسلان وبيفوت، هيبوظ لي الشغل، ينفعش. فالشاطر اللي بيعرف يشتغل كويس عشان يعرف يحصد كويس. نقطة كمان مهمة، إن العمل بينمي الموهبة والكسل يقتلها. لو واحد عنده موهبة، العمل ينميها والاجتهاد ينميها، لكن الكسلان بيموت نفسه بنفسه. الكسلان بيموت نفسه بنفسه. والطاقة اللي المفروض تروح في العمل البناء، نبص اللي هي تروح في كلام فاضي، يا قاعدة قدام تلفزيون، يا صرصرة وماسك في سير الناس، يا إما بقى بعيد عننا للإحتيال من أجل إن إحنا نلاقي فلوس. طب ما تشتغل، يقول لك لا أنا هقعد أشتغل طول النهار وأخد العشرين جنيه. طب ما أنا كلمتين كده أعرف أوصل بيهم لقلب حد من اللي ربنا عطيهم وأخد العشرين جنيه خلاص، ويديني خمسين كمان مش عشرين، كان أنا يعني أتعب نفسي ليه؟ ده بيموت نفسه بنفسه. اللي بيشتغل بيقوي موهبته وبينمي موهبته وبيقوي طاقاته، لكن الكسلان ده بيضعف نفسه وبيقتل موهبته. قديس باسيليوس الكبير بيقول ايه؟ بيقول اولئك الذين يعملون بجهد هم فقط الذين يحصدون ثمارا. مش كل الناس هتحصد زي بعضها، اللي هيشتغل ويجتهد هو ده اللي هيحصد، لكن الكسلان سواء في الحياه الماديه او في الحياه الروحيه ده مش هيحصد. اللي بيزرع بالدموع وبالتعب وبالشقة هو ده اللي يحصد بالابتهاج، لكن الكسلان لا يحصد ثمارا. نقطة كمان مهمة قالها لنا معلمنا بولس الرسول، قال في أعمال الرسل 20 وهو بيتكلم الأسقفة والكهنة بتوع منطقة أفسس، بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها هاتان الايه؟ اليدان. يا ده كان الوقت حتى اللي عنده مفهوش عظات ومفهوش افتقاد كان يقعد يشتغل، وكلنا عارفين ان هو كان مع بريسكيلا واكيلا كانوا بيصنعوا ايه؟ خيام. اشتغل بيجيب وبيخيط وبيظبط المقاسات، والخيام دي كانت حاجات قماش بيبقى تخين وبيعملوا مساحات كبيرة، سواء شراع مركب أو خيام، كانت الحاجات دي مستخدمة كتير زمان، ما بقتش دلوقتي ليها أهمية كبيرة في الخمسين سنة الأخيرة، لكن كان زمان ولحد وقت ما أنا أوعى يعني في السبعينات كان المراكب في النيل أغلبها مراكب شراعية وكانت بتستخدم للنقل، لكن دلوقتي بقى خلاص النيل ما بقاش وسيلة نقل كتيرة وما بقاش في المراكب الشراعية كتير. فالصناعة بتاع بولس الرسول دي كان يقعد يشتغل، حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان. تصدقوا كان يجمع فلوس للغلابة اللي في أورشليم، لأن يعني مفيش فرص عمل هناك، مش لنفسه، يجمع لهم من بتوع أوروبا دول وبتوع آسيا الصغرى، أفسس وفيليبي وتسالونيكي، يجمع للفقراء بتوع أورشليم. لكن هو كان يشتغل بإيده، مش في فرصة عمل اشتغل.
عشان كده الكنيسة مطلوب منها دايما انها تدرس حالة كل انسان اللي بيشتغل وبيوصل لأقصى طاقته في الشغل ومش مكفي نفسه. الكنيسة تساعده على طول حتى لو كان دخله كبير بس هو مش قادر يكفي نفسه وبيعمل كل جهده، الكنيسة تساعده. لكن لما يكون واحد كسلان الكنيسة تطلب له ايه؟ صلوة جميلة أضيفت في صلوات الكنيسة قريب، المجمع المقدس أقرها من كم سنة بس، نجاحا للطلبة وعملا للإيه؟ للمحتاجين، مش تسديدا لاحتياجات المحتاجين، لا عملا للإيه؟ للمحتاجين. يشتغلوا، ولما يشتغلوا ربنا يحط لهم فوق شغله، بس يشتغل. انت جبت كام؟ 4 قروش، خد يا عم كمان فوقهم ورشين، بس اشتغل، اجتهد، ابذل كل طاقتك في الشغل، ولو ربنا عطاك كتير ده انت تدي كمان بقى المحتاجين، ولو انت محتاج الكنيسة تساعد. لكن ندي كده عمال على بطال، طب ما الناس هتبقى بطالة، سامحوني يعني في الكلمة، ما الناس هتستسهل بقى، احنا كده خرجنا بره منهج الانجيل. منهج الانجيل بيقول ايه؟ ان كان احد لا يشتغل فلا ياكل ايه ايضا. احنا محتاجين تبقى القيمه دي في حياتنا ونربي ولادنا عليها، لازم يشتغل. انا بشجع حتى الناس المقتدرين ان ولادهم يشتغلوا في شغل مناسب من سن، يعني من بداية سن الشباب يشتغل ويتعب ويدخل لنفسه دخل ويحوشه حتى لو هو مش محتاجه. العمل ده بيساعد كتير جدا على النضج، زي ما قلت لكم بيقوي الطاقات وبيقوي المواهب. ليه الغرب بينضجوا بدري عن ولادنا؟ الغرب في أوروبا وأمريكا كل واحد لازم يشتغل، ما فيش واحد ما بيشتغلش، في ثانوي لازم بيشتغل، بنت في ثانوي تنزل تشتغل، باباها مليونير بس تنزل تشتغل في الصيف، ده لو ما اشتغلتش زمايلها يقولوا لها ازاي انت ما بتشتغليش، عطلانة. ولذلك بينضجوا بدري الأولاد والبنات، بينضجوا بدري لأنهم بيشتغلوا. العمل بيقوي الموهبة وبيقوي الشخصية طبعا عشان عندهم فرص، لكن احنا برضو احيانا بيبقى عندنا فرص بس احنا كسالة. انا عايز اجيب لابني كل حاجة واجيب له عربية، وصحيح لسه ما كملش 18 سنة بس انا عايز اجيب له عربية، ده افساد، ده افساد. احنا محتاجين نعلم ولاد يحملوا المسؤولية ويشتغلوا من صغرهم. تلاقي واحد عنده 25 سنة وبياخد مصروف، مصروف ازاي يعني وانت فين؟ ده هيفتح بيت ازاي؟ ده هيبقى مسؤول عن بيت ازاي؟ لا ما احنا محوشين له، محوشين له، طب ما هيبدد اللي انتم محوشين هون، اللي محوشين هون ده نصرفه عليه في التعليم وفي انه يتمرن في اعمال ويتحمل المسؤولية علشان يبقى انسان نافع في المجتمع وناجح في حياته. العمل قيمة كبيرة لازم نمجدها، ولازم نحارب الكسل والبطالة والتسول والفضول. الإنجيل هو بيحاربها، ده معلمنا بولس الرسول بيوصي بيقول تجنبوا هذا الأخ، سموه، اعملوا له سموه ولا تخالطوه لكي يخجل عشان يكسف على دمه ويقوم وينهض ويشتغل. ولكن لا تحسبوه كعدو بل انزروه كأخ. احنا مش هنعاديه، لكن احنا لازم ننبهه ان العمل قيمة كبيرة وحياته ملهاش قيمة من غير عمل. ولربنا المجد الدائم الى الابد. اذا كان حد عنده تعليق او سؤال انا تحت امر. أيوة. أيوة تشوفونا لو تسمح، بس هو
دلوقتي في فكرة أو معتقد في البلد إن مثلا إحنا بنقول بلد شهادات، فكل دلوقتي بيتعلم تعليم عالي تقريبا، ففرص العمل المتاحة دلوقتي حاليا أي حاجة من الشباب أي حاجة. فهل شبابنا عندهم يعني لا هم يعني عيب وإزاي؟ فدي مهمة قوي. معلش أي شغلانة محترمة بناءة مفيدة وليكن، ولازم نعلم ولادنا أن العمل شرف، والعمل زي ما احنا تعلمنا واحنا صغيرين العمل شرف، والعمل بيدي قيمة للإنسان. أي عمل نافع نشتغل فيه، وإذا كان الإنسان نتعلم كويس وأخذ مؤهل عالي وحاسس انه لسه في حاجات ناقصاه علشان يبقى كواليفايد يعني مؤهل للعمل، ياخد الحاجات اللي ناقصاه. اذا كان في حاجه ناقصاه زي مثلا يتعلم لغه الكمبيوتر واللغات بتاعته، يتعلم شويه حاجات تانية لغه او غيره انجليزي او غيره، طب ما يشتغل يتعلم. انا اعرف مهندسين واشتغلوا صنايعية وكانوا صنايعية ناجحين جدا جدا جدا، سواء في غسالات في ثلاجات في، وشغلهم ان الذكاء موجود والذهن موجود، اشتغلوا بايديهم وعملوا لنفسهم اسم. صدقوني انا اعرف صيدلي اشتغل ميكانيكي، عنده ورشة الميكانيك السيارات، اشتغل في العربيات يعني الموديلات الكويسة، دكتور يعني دكتور صيدلي يعني. بس هو لقى المجال ده مفتوح، بابا كان عنده الورشة دي اشتغل فيها ونجح. انا اتعاملت معاه زمان يعني، وشخص جدع يعني، حاجة تخرج من تحت ايده ما تخرش المية، مش واحد ياخد الحاجة يبوظها. العمل شرف، العمل له قيمة، لازم نشربه لأولادنا. لكن أولادنا بقى عايزين ايه يعني؟ ما يتوسخش، لا يخلي باله، لا العمل ده ما يناسبوش، خلاص يقعد عاطل كده. السيد المسيح لم يتأفف من مهنة النجارة اللي كان يوسف النجار بيمتهنها، لم يتأفف، بالعكس اشتغل صنايعي زي الفل، ما كانش هدومه بتتبهدل ولا بينزل تحت حاجة عشان تحت باب عشان ينشره ولا بالفارة ولا حاجة. العمل شرف، ولازم نربي أولادنا على كده. ايوه مثلا الشاطر اللي بيخلق الشغل هو يخلق، هيلاقي حاجات كتيره مركونه مرميه محدش بيعملها، عشان كده الشغل واقع. هيدخل ينشط الشغل، هو هيدور على حاجه يعملها، ولو طلب منه انه ما يعملش حاجه يعمل لنفسه شويه حاجات بقى، يجيب حاجة حلوة يقراها، يجيب حاجة يكتبها، يجيب شغل يعمله، يخدم حد، يروح يساعد واحد في شغل تقيل. ما انت ساعات بتلاقي بسبب سوء الإدارة تلاقي شغل متلتل فوق راس حد وناس تانية قاعدة حاطة ايديها على خدها، يروح يساعد، ما هو هياخد مرتب على ايه؟ يروح يساعد مع ده او مع ده، بس مش يروح يبوظ الشغل. بس في ناس تتطوع للمساعدة بشكل مندفع فياخد الحاجة يعملها وحش، لا يتعلم ويعمل الحاجة الصح ويشوف بيتعامل ازاي ويعمل الحاجة متقنة. لا الشغل موجود، بس يبقى عندنا روح الشغل ده، لازم نروح نشتغل. امال هنعمل ايه؟ انا جيت لقيتها كده فتفضل كده يعني ايه؟ لا في حاجات كتيرة ناقصة عايزة تتعمل، انا هعمل حاجه الفلانيه، ويروح يستاذن من رئيسه، من فضلك ممكن نبتدي نعمل الموضوع الفلاني ده، انا اعمل لك كذا. اعرف
شاب كان محاسب، حاليا اترسم كاهن. كان راح يشتغل في شركة، على ما أتذكر كانت شركة منسوجات أو حاجة زي كده. لما اشتغل هم كانوا عايزينه بس يدوبك ينظم حاجات بسيطة في الحسابات، عمل لهم شغل، كان بيخترع ويعمل لهم شغل قبل ما الكمبيوتر يعني الكلام ده كان في الثمانينات، قبل ما الكمبيوتر يظهر وينظم كل حاجة كان بيعمل لهم شغل، وكل شوية يطور نفسه لدرجة ان الراجل صاحب الشغل بعد ما كان عامل له مرتب معين ضعف من غير ما هو يطلب، لانه بيشتغل مش بيهدى من 8 الصبح ل 6 بالليل، مش بيهدى ويقعد كل يوم مش راضي عن شغله، عايز اكتر من غير ما حد يكلمه، هو بيبتكر وبيطور. يوم ما ترسم كاهن بقوا مش عارفين يعملوا ايه. طبعا هو عمل شغل جبار في الكنيسة اللي هو ترسم فيها من لا شيء، رجل ما يعرفش يسكت، يحس انه حياته لازم يعمل، لازم يشتغل، مش يقعد كسلان. لا، الشاطر بيفتح لنفسه شغل. في حاجة برضو مهمة، انه لو الواحد ما حصدش من شغله ثمر بسرعة ما يوقفش شغل، يستمر وسيحصد في وقته. ودي آية جميلة في غلاطيا 6، بيقول لا نفشل في عمل الخير لأننا سنحصد في وقته إن كنا لا نكل. يعني الشاطر بس اللي ما يوقفش، لا يكل، سنحصد في وقته إن كنا لا نكل. عايزين نشجع نفسنا ونشجع ولادنا ونشجع كل الناس على العمل. فاهمين طبعا، أشكركم لحسن استماعكم. معنا 8 جوائز.